منتزه المضيربة الترفيهي يقع بولاية القابل شمال الشرقية، المليئة بالأبراج والقلاع والأفلاج والأماكن الأثرية السياحية. منتزه بتصميم جميل ورائع، يوجد فيه عدد من الألعاب الكهربائية الترفيهية للأطفال والكبار، وقاعات ذات حجم كبير تتسع للكثير، وجلسات خارجية مختلفة تقليدية وحديثة، ويوجد مكان للطهي وللمشاوي الخارجية، وأيضا ملعب سداسي لمحبي كرة القدم، وملعب آخر لكرة الطائرة، وعدد من برك السباحة للرجال والنساء وأيضا الأطفال. ولقضاء ليلة أو أكثر توجد عدة غرف جميلة ومرتبة بمختلف الأحجام وبجميع المرافق، كما يوجد به العديد من الحيوانات الأليفة المختلفة كالقرود والغزلان والطيور بكل أنواعها. أسعارنا في متناول أيديكم، من الساعة 8 صباحا وحتى 2:30 مساء ب35 ريال عماني فقط، ومن الساعة 3:30 مساء وحتى 10 مساء ب35 ريال عماني فقط، وليوم كامل من الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساء ب60 ريال عماني فقط، ولقضاء ليلة كاملة ب70 ريال عماني فقط. لا تدعوا الفرصة تفوتكم. للاستفسار والحجز اتصل على 95254945 أو اتصل على الرقم 97714776.